احنا نقول كده ونقول الواد كده ولا ايه؟ علماء من باكستان خاصة شيخ الإسلام مولانا تقي عثماني لا أحب أن أكون حائلا وحاجزا بينكم وبين العشاء، فلذا القيم أقدر لكم مجيئكم وأعتبر هذا حبكم للدين وأهلي، حيث قطعتم الرحمن العادل من بحرين حفظه الله تعالى. وسادة فأشكر كلكم فردا فردا، علماء وقادة، حكومة وشعبا، وفدا وجماعة المباركة، تتلألأ وجوه العلماء وقلوب الصلحاء حينما يتشرفون بزيارتكم.